السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم يا أخوان يا محبي المانجو. هذا صنف البرماسي، الحمد لله بعد حصول العقد اللهم لك الحمد. طبعا الشجرة لا زالت صغيرة، فأمر طبيعي أنها تخفف الأحمال، تخفف عدد حبات الثمر، ولكن ما شاء الله ما شاء الله العقد جدا ممتاز في مرحلته الأولى، اللهم بارك، والله يزيدنا ويزيدكم إن شاء الله من فضله ومن خير، اللهم لك الحمد. حبينا نراويكم جمال العقد، الحمد لله والشكر لله، عدد لا بأس به كأول مرة لهذه الشجرة، ولا زالت صغيرة، والله مبارك.